فالآن شنو الرسائل الآن من حرق الإطارات ومن الاحتجاجات؟ هل هي للضغط على المفوضية، للضغط على هذه الحكومة لإعادة العدو الفرز؟ وإذا صار عدو فرز يدوي راح ترضون بالنتائج؟ هذا السؤال. هذا تعقيد قصير يعني، خصوص النسبة اللي ذكرها جناب الدكتور 97% أنه نزيهة. أنا عندي مورد واحد أذكره للجانب الدكتور وخليه ينطيني جواب. تفضل. تل عفر، تل عفر كلها يعرفها. تل عفر تقريبا تقريبا كردي واحد ما موجود، كردي واحد ما موجود. طيب. فيها منطقة ما بين التركمان والعرب، نسبة التركمان تقريبا بحدود 80% ونسبة العرب تقريبا 20%. المرشحين هناك الموجودين اثنين أكراد، اثنين نقولها تركمان واثنين عرب، فازوا اثنين كرد بس. التركمان والعرب ما حصلوا أي شيء، بينما الكل يعلم أن تل العفر ما بها فعلا الآن، فعلا الآن واحد كردي ماكو. أجيب؟ لا لا, لا من لا. نرجع لك حقا. أما إذا انصافا انصافا احنا اليوم مو بصدد الجدال بيناتنا هنا، اريد نثبت انه مزوره او غير مزوره. أحسنتم. الكل يعلم الانتخابات زورت، واللي ما اشوف التزوير بعد شو اسوي له؟ ما تقول شو اسوي له. بس 2018 طلع رئيس وزراء قال لك مزوره. اليوم فعلا انا اقول لك سائرون انفتحوا ما اعترضوا ولا حجوا ولا قالوا مزوره. راح اجاوب. لو لم يكن هناك تزوير، ولو لم تكن هناك المفاوضات تعلم أن التزوير ربما يكشف ورح ما يوجهها، مو بس ما يوجهها يروح، لا ينغسل ونغسل أمام المجتمع أمام الشعب العراقي باعتبار خانة والأمانة هذا. وإلا أنه بالإمكان يابا عندكم أنتم شك بالأمور، هاي تعالوا خلي نقعد وخلي فرزون يدويا. أحسنت. وصلا ليش أنه أجر البلد إلى فوضى، الى شباب يطلعون بالشوارع يحرقون تيارات وما ادري شنو؟ وطبعا هذا تعبير انه على حرصهم، على باعتبار انه الشعب اليوم انطى كلمته. هسه انصار الاخوان انطوا اصواتهم للاخوان، وانصار الكذا كل من انه اخذ شنو استحقاق استحقاقه ومساحته. هذا ما يعد، لكن هذا ما يعد تخريب. لكن قطع لكن طرق، اقول قطع الشوارع. اهم كره سالت بها اللي طلعوا لازم نحكيها. انا بالمناسبه بتشرين في وقتها حتى تكون للتاريخ مسجله، عندما كانوا يقطعون الشوارع انا كنت اول واحد انتقدها، لان هذا قطع لي ارزاق الناس. اليوم الناس انت تستور انتخابات قضيه سهله، راح تأسس عليه حكومة أربع سنوات. صح. إذا كانت حكومة مزورة فاقدة لثقة الشعب بها، شو راح إنه تستمر هذه الحكومة؟ شلون أنا راح أتقبل معدها أوامر وتصدر لي قرارات ومنها قبيل هذا الشيء؟ شلون أنا أكون مؤتمن عليها عندما تكون إنه الميزانية بيدها؟ جميل. بس شلون تكون هذه الحكومة هي متورطة بعمليات التلاعب وتزوير من وجهة نظر الفتح؟ لا لا، ليس فقط من الفتح، حتى الفائزين. روح اسال انه كتله القانون، روح اسال كتل اخرى فائزه، سوف يقولون لك ان هناك تزوير، وتزوير ليس طبيعي وانما التزوير. حكومه الكاظمي تتحمل مسؤوليه؟ انا نظري انه الكاظمي وحكومته شريكه في التزوير وشريكه في المؤامره الامريكيه الصهيونيه السعوديه على الشعب العراقي، وتريد الامريكان يريدون ان يكون هناك، ليس انه يريدون يجيبون حكومه سواء صدريه او كذا او كذا، لا لا لا، الامريكان لا ينظرون الى هذا المنظار، لانه اي حكومه تجي الامريكان يقدرون يسيطرون عليهم بعض جميل. ولكن تريد خل اكمل، تريد ان يكون هناك قتال شيعي شيعي، والسلام عليكم ورحمه الله. اي بس خل اصفق للفتح، لان هم اللي كانوا داعمين بقوه مصطفى الكاظمي. من رجع اقول داعمين بقول التنصيب مصطفى الكاظمي ليس الفتح، لا هسه صار صهيوني وامريكي والى اخره. لا حبيبي، مصطفى الكاظمي لم يأتي به الفتح، بل انه الفتح عندما راى الابواب قد سدت. لم يأتي بمباركة الفتح؟ لا لا، الكل يعلم. لم يأتي بمباركة الفتح؟ الذي جاء بالكاظمي جاء به السيد مقتدى وعمار الحكيم، والسلام عليكم. واذا تريد، اما بالنسبه للفتح خل اقول لك، قلت السلام عليكم. اقول لك بالنسبه للفتح وصلت الرساله، لانه الوضع ما بات ان يتحمل اكثر من هذا التاخير.
وحتى أنه تنتهي قضية المظاهرات والحرق والكذا والكذا والتجاوز على الدوائر الحكومية وقتل الناس. لذلك أنه الفتح من باب خلينا نقول حفظ الدماء وحفظ الممتلكات الدولة وغير الدولة أنه وافق على المال الكاظمي. جميل.